أنا آخر واحد يصدق في موالي الكرامات ده، اللي يمشي على المية واللي يعدم الحيط واللي يطير في الهواء. عندك حق، دي حاجة ما يصدقهاش حد. مش مهم، مش مهم تصدقها ولا لا، بس الناس شافوا وحكولي، قلت أشوف أنا كمان يمكن أتوب على يدك. تشوف إيه؟ عدم الحيط، امشي على المية، طير في الهواء، أي حاجة. حتى لو ما صدقتش بعديها بقى تسليت وشفت إن ما حدش شاف. كيف يعني؟ يعني غمض عينيك وقرأ اللي بتقراه وعدي من الحيط. ما عرفش. انت عرفت قبل كده؟ ما انا ما عرفش كيف عرفت. عدي من الحيط قول. طب اقرأ اي حاجة وعدي منيها. ما عرفش. طب علمنا انا. علمك ايه؟ حفظني اللي بتقوله عشان لما احب اختفي عن نظر اي حد ابقى عدي منيها. كيف علمك وانا مش عارف؟ ما بلاش لقم الدراويش ده. الدراويش ليهم لقم؟ ما عاوزش تقول سرك ليه؟ لو عارف كنت قلت. الناس شافوك وانت بتعملها. ما عرفش كيف. ما عرفش، انا ما عرفش. عندي بخور غالي ومستك، اجيبهم واطلقهم يمكن يساعد معاك. المساعد ربنا. وانا قلتك عارف اعمل ايه. طب ليا دكه كرسي ده انا عرفت من اساسه. يا صنع تغارت من وشك يا كمال. هو في حد بيعمل حاجة بيده؟ لازم إذن حتى بق المي. لو مفيش إذن ما هتشربوش. أنا ممكن أقاعدك سنة هنيه في الجبل لحد ما تعدي من الحيط قدامي. قاعدني العمر كله. أنا قلت لك عادي من حيطان. خلاص أنت سلوتي في الجبل. يا أخي تسلب حاجة لها عادة. لا ديك انت. هو عليكم وعلى اسمع كلامكم مرتين. يعني ايه؟ احنا ادينا للراجل كلمة. اعقل يا بطلان. اديتوا له انتوا مش انا. انا كنت ساكت عشان في بيته. تاني؟ هتزغرنا تاني؟ انتوا اللي زغرتوا نفسيكم. انا مش دلدول للعجمي. مش دلدول. طاط يا بطلان وخليها تعدي. طاط انتو من النهاردة. انا من سكة وانتو من سكة. انت حر في روحك، واحنا اللي اتحكم بيه يمشي. يمشي يمشي يا ابوي وعلى رقابينا. رقابيك انتو مش رقابتي غير انتو.